السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا آسف على أني نزلت هذه الصورة بمعالجة بدون صوت، لذلك أنا بسوي عدة حلقات الآن لمعالجة هذه الصورة، وكل حلقة فيها شرح مهم عن المرحلة اللي فيها المعالجة. يعني كل مرحلة راح ناخذ فيها أو نعطيها حقها من الشرح. هذه الصورة أمامكم وفيها ليرات، أنا راح أكرر هذه الصورة وأعالجها من أول وجديد بالتفصيل، لكن في كل مرة راح تكون أو راح يكون كل لير عن حلقة كاملة، إلا إذا كان اللير نفسه ما أخذ مننا وقت طويل راح أخذ اللير اللي بعده في نفس الحلقة. راح نبدأ في المعالجة. زي ما قلت اني راح اعالج الصورة هذه، يعني لو نشوف احنا كيف الصورة صارت قبل كذا، كانت قبل كذا، بعد راح نصل لنفس المرحلة هذه تقريبا، يعني بس انه راح نشرح كل لاير اشتغلنا عليه بالتفصيل من اول وجديد. طيب انا راح اكرر الصورة هنا، اقول له من عند image duplicate عشان تتكرر الصورة، تجيني واحدة ثانية. لو تلاحظوا هنا صورة وهنا صورة، وراح نبدأ في المعالجة. بس هنا بحذف الليرات كلها، نبقى الصورة اللي راح نعالجها، ونمشي عند layer layer ونشوف ايش اللي صار. عندنا هنا layer الاول، نقرب على الصورة، نقول اللير الأول هذا إيش كان استخدامه. زي ما أنتم شايفين اللير الأول هو كان لإزالة الشوائب اللي في الوجه فقط، لإزالة الشوائب اللي في الوجه. نروح على الصورة اللي نبي نعالجها أو نطبق عليها نفس المعالجة، ندبل اللير، ندبليكيت لير كذا، وأخذ أداة السبوت هيلينج تول هذه، أكبر الفرشة، الأفضل عشان يكون شغلي دقيق أقرب زي كذا، أخذ الأداة وأمشي عند كل المناطق اللي فيها مشاكل أو فيها شوائب في الوجه وأحاول أشيلها. يعني يعذرون الناس اللي يبون اختصار أو يبون إني أسرع في هذه المرحلة، في بعض اللي حابين يستفيدوا يعني اعتقد انه يعشقون انهم يشوفون التفاصيل هذه بحذافيرها، فعشان كذا انا مسويه على شكل حلقات. ممكن هذه الحلقة فيها إزالة الشوائب هذه تكون مفهومة خلاص، تقدر تعديها، الشخص اللي فاهمها يقدر يعديها ويروح الحلقة اللي بعدها. فأنا راح أخلي الحلقة هذه فقط لإزالة الشوائب لأنه تأخذ وقت زي ما أنتم شايفين. الدبليكيت لير اللي سويناه دبليكيت لير لنفس الصورة وما غيرنا في تنسيقه، يعني نورمال زي ما هو. حتى الشعر الزايد هذا ممكن نشيله، أنا ما شلته في الصورة الأولى بشيله الآن. نقدر نشيل الشعر هذا اللي نابت بعد الحلاقة يعني فترة، نقدر نشيله إذا أنتم حابين. هذه طريقة شيله، نفس الطريقة اللي أنا قاعد أسويها. معالجة هذه الصورة تمت على المباشر قبل يومين تقريبا، وتفاجأت انه في ناس كثير يعني ارادوا انهم يشوفوا الحلقة. المباشر يحصل فيه حديث كثير، يعني انا ما احب انه يكون معروض للكل، في اصدقاء لي وفي ناس اتكلم معهم بعفوية جدا،
لذلك نزلت المعالجة بدون صوت، فحسيت كذا انها بدون صوت ما ادت شيء، فقلت لازم ارجع انزلها مرة ثانية بشرح مفصل لانه انتم تستاهلون والله. طيب هذه احنا الحين شلنا في هذا اللاير الشوائب كلها زي ما انتم شايفين كذا، فقط لإزالة الشوائب هذا اللاير أو هذه الحلقة. شكرا، انتهت الحلقة الأولى، انتظروني في الحلقة الثانية. شكرا لكم.